خلينا نتفق أن فكرة الحديث عن الاتفاق الإيراني النووي الذي وقع سنة 2015 هو انتهت، لأنه هذا الاتفاق كان مرهون بعشر سنوات، عشر سنوات تنتهي في 2025، السنة القادمة دي بعد شهر سيكون الاتفاق انتهى. علينا أن نبحث عن اتفاق جديد. تصورك لهذا الاتفاق الجديد اللي ممكن يقبل به الإيرانيون؟ نعم، هذا الكلام صحيح 100%. الاتفاق السابق الآن لا يمكن إعادة الحياة له، لأن المواقيت كلها استنفذت، لم يبقى إلا واحد وهو سناب باك أو إعادة العقوبات الذي يبقى ساريا إلى آخر فترة الاتفاق وهو 10 سنوات، أي 2015. إيران تقول الطريق هو الحوار، ولكن الحوار يجب أن يكون ضمن مواصفات. المؤشر الأول يجب أن يكون ضمن إطار الندية وليس ضمن إطار الإملاءات. الموضوع الثاني التي تطرحه إيران يجب أن يكون ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر. البعض الآن من فريق السيد ترامب يتكلم أن إيران يجب أن توقف البرنامج النووي. شوف، هذا الكلام لا يبشر بخير، ولا يبشر بأن حوارا ما يمكن أن يكون في قادم الأيام، لأن وقف البرنامج يعني هذا معناه رابح خاسر، وهذا ما لا يمكن أن تقبله إيران. نعم، لكن الحوار مع ترامب مفتوح، يعني فكرة الثأر من قتلة قاسم سليماني لن تكون مطروحة في الفترة القادمة. في دقيقة دكتور حسين. نعم، يعني موضوع الحوار مع ترامب وحكومته وفريقه ومن يعين هو مطروح إيرانيا، بعيدا عن موضوع الثأر لمقتل الشهيد سليماني. نعم. ولكن موضوع سليماني هو في إطار آخر، والحوار هو في إطار آخر طبعا. نعم، بشكرك دكتور حسين ريفران أستاذ العلوم السياسية.